معنا من القدس نقاشا لكل هذه التطورات المرتبطة باتفاق التهدئة المنتظر الدبلوماسي السابق السيد مائر كوهين. سيد كوهين، أهلا بك معنا في هذه الساعة على سكاي نيوز عربية. وكيف تنظر الآن إلى التفاؤل الأول حول الاقتراب من صفقة ما؟ الآن الاشتراطات الإسرائيلية على لسان نتنياهو تمثل عقبات حقيقية، والداخل الإسرائيلي يضغط عليه وعلى مجلس الحرب للتوصل إلى هذه الصيغة. كيف نقرأ ذلك من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل، ومن ناحية الضغوط التي يتعرض لها أيضا نتنياهو؟ نعم، أولا ما أعرب عنه رئيس مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي عندما قال أن هناك فجوات وهناك عقبات في سبيل الوصول إلى اتفاق، وهذا أمر واضح، وهذا ليس بسبب نتنياهو إنما أيضا بسبب سياسة حماس. حماس صحيح أنها تخلت عن مطلبها فيما يتعلق بوقف الحرب، شريطة استئناف المفاوضات، ولكنها وضعت عراقيل أخرى لفرض يعني رؤيتها فيما يتعلق بهذه الرؤية التي لم تتغير، بمعنى أنها تريد أن تكون هناك مفاوضات بما يعني لا تتوقف ولا يوجد لها سقف زمني. وفي هذه الحالة ستضع علامات استفهام كبرى حول وضع بقية المخطوفين. ثانيا، هي لا تزال تلتزم ومتمسكة بموقفها فيما يتعلق بالحصول على يعني التزام دولي بوقف هذه الحرب. أمام هذه التطورات طبعا نتنياهو قدم الورقة التي تتعلق بالخطوط العريضة لسياسته فيما يتعلق ب أولا بأن إسرائيل يعني تتعود، ولكن نقطة بنقطة سيد مائر. نعم. يعني ورقة المحتجزين هي الورقة الأقوى إن لم تكن الوحيدة بيد حماس، ما يعني أنها ستقوم باستغلال هذه الورقة، الاستغلال الأمثل، وهكذا يقول المنطق. صحيح. ولكن أين المنطق عندما يصر نتنياهو أن تستمر الحرب حتى مع اتفاق إلى حين تحقيق أهداف غير قابلة حتى للقياس إن كانت نجحت أم لم تنجح؟ يعني طبعا هو جزء من رؤية نتنياهو وأيضا رئيس وزير الدفاع يوآف جالانت الذي تحدث بأن استمرار الضغط العسكري على حماس هو الذي سيحملها على تقديم تنازلات. ووجدنا أن هناك تصعيد عسكري في غزة وخاصة في رفح، وكل هذا يسير باتجاه الضغط على حماس من أجل القبول بهذه الصفقة. السؤال فيما إذا كانت طبعا كما تدعي حماس بأنها يعني تريد العودة بهذه الصفقة إلى نقطة الصفر، في الواقع أن خلال 9 أشهر حماس قامت بالمراوغة ورفضت كل الحلول ورفضت كل التنازلات التي قدمتها إسرائيل باعتراف أيضا الإدارة الأمريكية، حتى رفضت الخطة التي قدمها الرئيس بايدن، وفي النهاية وافقت على ذلك بضغوط، طبعا بضغوط نتيجة لقطر ضغطت على حماس وأيضا مصر، وكل في نهاية الأمر وافقت على هذه الخطة ووضعت عراقيل. فما في شك أن موضوع إنقاذ الرهائن هو الهدف الأسمى. هل هو الهدف الأسمى بالنسبة لنتنياهو؟ يعني اليوم أصبحت التحليلات تتحدث عن أن نتنياهو يتشدق باليمين المتطرف، ولكن ليكود نتنياهو تحديدا هو الأكثر تطرفا، هو الذي يدفع باتجاه استمرار الحرب هذه إلى ما لا نهاية، الإبقاء على حالة الحرب في إسرائيل لأهداف استراتيجية وأخرى سياسية تتعلق به. وإلا كيف نفسر الآن تحركات الشارع وتحركات المعارضة سيد مائر؟ ما في شك أن نتنياهو يتعرض لضغوط أولا داخلية وأيضا ضغوط خارجية. الضغوط الداخلية تتمثل في عائلات الرهائن والمظاهرات التي تجتاح إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك هناك ضغوط أيضا من المؤسسة العسكرية في إسرائيل بضرورة قبول الصفقة وضرورة وقف الحرب والاستعداد للجبهة الشمالية. من ناحية أخرى هناك ايضا اراء في اسرائيل، وهناك يعني بالنسبه للمجتمع الاسرائيلي واليميني وليس المتطرف يرى بان باستمرار الحرب هو الذي سيؤمن عوده الذين نزحوا من منازلهم في المناطق المتاخمه لقطاع غزه. الآن عندما تقول المعارضة لنتنياهو انها ستوفر شبكة امان بالنسبه له حال انسحاب إيتمار بن غفير وبتسل إل سموتريتش من هذا الائتلاف الحكومي،
برأيك إلى أي درجة قد يثق نتنياهو في ذلك؟ وإلى أي درجة اليوم بهذا الطرح المعارضة قد تكون حقيقة وضعت الرجل في مأزق؟ هو ما في شك أن نتنياهو لا يثق في هذه يعني شبكة الأمان، توفير شبكة الأمان من قبل المعارضة لحكومته، وهذا طبعا لأن شبكة الأمان ستكون وقتية وزمنية، بمعنى أنه في حال الوصول إلى صفقة سيتم توفير شبكة الأمان، في حال انتهاء هذه الصفقة ستنسحب سينسحب هذا الدعم، وبالتالي ستسقط هذه الحكومة ولن يكون له يعني أي شيء يمكن الاعتماد عليه. هو طبعا هو بيقف أمام معادلة تتعلق بنقطتين، أولا إما الموافقة على الصفقة وفقدان حكومته، والنقطة الثانية استمرار المراوغة. ضيفي من القدس الدبلوماسي السابق السيد مائر كوهين، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات معنا على سكاي نيوز عربية.